إطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الممهدة للانتخابات الرئاسية القادمة في عموم التراب الوطني. إنجاز منشآت مائية في المناطق الرعوية بتشيريد في ولاية دخلة وذيبو لتوفير المياه الصالحة للشرب. طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا، أهلا بكم إلى تفاصيل أخبار الولايات. أشرف والي الحوض الشرقي سلمو والسيدي صباح اليوم بمباني البلدية في مدينة النعمة رفقة السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين على إطلاق المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية بالولاية في عملية تستمر 45 يوما. تهدف العملية إلى تسجيل كافة المواطنين الذين لم يسبق لهم التسجيل على اللوائح الانتخابية وتمكين الراغبين في تعديل مكاتب التصويت من تغيير أماكن تصويتهم. وبهذه المناسبة أكد المنسق الجهوي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في ولاية الحوض الشرقي سيد المختار والعلي أن اللجنة اتخذت جميع التدابير القانونية والإدارية والتنظيمية التي من شأنها ضمان نجاح العملية. وخلال انطلاق مراجعة اللائحة الانتخابية دعا والي الحوض الشرقي سكان الولاية إلى التسجيل على اللائحة لضمان حقهم الانتخابي. احنا مشرفين اليوم بحضور انطلاقة عملية مراجعة اللائحة الانتخابية على مستوى ولاية الحوض الشرقي. هذه العملية إن شاء الله اللي منتظر عنها تستمر 45 يوم. مرتاحين لتواجد طواقم اللجنة المستقلة للانتخابات، رئيس اللجنة واللجان المقاطعية، بالإضافة لطواقم المرافقة لهم من أجل إنجاز هذه العملية في أحسن الأجال وبأحسن ظروف الخدمة خدمة للمواطن. هذه مناسبة إياك أدعو فيها ساكنة ولاية الحوض الشرقي للاستفادة القصوى من هذه العملية لغرض أداء واجبهم الانتخابي والقيام بعملية المراجعة في الأجال قبل نهاية الأجال، اللي أحيانا تم الناس ما تبدأ الاهتمام بالعملية يكون في أيامها الأخيرة ويخلق ضغط متين. وركضه اللي اعلن فم فتره كافيه للمواطني الولايه اللي يقبل على المراكز المعده للمراجعه على عموم تراب الولايه على مستوى كل بلديه من البلديات 37 اللي تضم ولايه الحوض الشرقي. راجين ان شاء الله التوفيق، واعلن هذه العمليه تتم في احسن الظروف المناسبه ان شاء الله. وفي شمال البلاد حيث انطلقت صباح اليوم من مدينة زوارات المراجعة الاستثنائية للائحة الانتخابية بولاية تير الزمور. يشارك في هذه العملية الممهدة للانتخابات الرئاسية المقبلة ثلاث مكاتب موسعين على مقاطعات الولاية. سيعمل هذا المكتب الوحيد مع ناظريه في مقاطعة فديركو بيرموغراين على المراجعة الاستثنائية للائحة الانتخابية في ولاية تير الزمور، بما يمكن الناخبين البالغين من المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية القادمة في المواقع ومكاتب التصويت حسب رغباتهم. وقد أشرف على عملية انطلاق مراجعة اللائحة الانتخابية على مستوى ولاية تير الزمور والي الولاية السيد محمد المختار العبدي، الذي دعا المواطنين إلى الإقبال بكثرة على مركز التقييد من أجل المشاركة في العملية الانتخابية. تنفيذا لقرار السلطات العموميه بمراجعه الاستثنائيه للائحه الانتخابيه على المستوى الوطني، قامت اللجنه الجهويه المستقله للانتخابات على مستوى الولايه بافتتاح مراكز تقييد على مستوى عواصم المقاطعات. بهذا الاطار نطلب من جميع ساكنه الولايه العمل على استغلال هذه الفرصه للتمكن من اداء واجب الانتخابي خلال هذه الفترة للاستحقاقات الانتخابية القادمة إن شاء الله. رئيس اللجنة الجوية المستقلة للانتخابات السيد المرابط والسيدي بونا أوضح بهذه المناسبة طبيعة المستهدفين بهذه العملية. ثم السن القانونية حد الحق 18 سنة ولا كان حاصل، وفم الناس اللي كانت في مكاتب وتختار تحول لمكاتب ثانية، وفم الناس اللي ما هي أصلا مسجلة قاعدة في الولاية وتختار تسجل في الولاية، وهذا طالبينه وبواسطكم انتم التلفزه الوطنيه وبواسطه وسائل الاعلام المحليه ارانا معيطين للناس كامله على نهجي بكثره. وتجري عمليه الاحصاء في المكتب وفق اليه بسيطه تعتمد على بطاقه التعريف الوطنيه. ما شاء الله استقبلونا تقبل زين، ما شاء الله ما هذه حصره، لا جينا وحصاوا ومشاوا ما عندهم مشكله، وجابوا كرنديتاتهم وحصاوا.
وقد أسهمت الأجهزة الموفرة من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات في انسيابية العملية بما يحد من طوابير المواطنين أمام المركز. المواطن عند منين يجينا هون؟ عند منين نستقبلوه؟ نقبض من عنده بطاقة التعريف الوطنية وندخله في الجهاز ويعود هو يبصم. وعند منين يبصم وتعود بصمته هو ما عنده أي مشكلة مطابقة مع بطاقة التعريف، لا هي يظهر أن احنا معلوماته كاملين وكانوا قد تسجل إلى عادي يبقى يبدل باللي منين مسجل، والله يبدل المكتب اللي لاه يعود فيها أصلا اللي كان فيها أصلا، نعدله له احنا ذاك كامل ونعطوه عليه وصل مولي على انه عدل كامل. حالة عنه عنده مشكلة في البصمة والله في كردان ديته ذاك هو اللي نعدلها له مانيال ما فم طريقة أخرى تعدل مانيال. وحسب اللجنة الجوية المستقلة للانتخابات فإن هذه العملية ستستمر خلال 45 يوما موفرة الوقت الكافي أمام المواطنين للتقييد على اللائحة الانتخابية بما يضمن تصويتهم في المناطق المفضلة. سيد أحمد البوكاسير زوارات الموريتانية. إلى ولاية إنشيري حيث أشرف والي الولاية صباح اليوم ببلدية أكجوجات على انطلاق مراجعة اللائحة الانتخابية، وتهدف العملية إلى تحديث قاعدة البيانات المتعلقة باللوائح الانتخابية لضمان المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. بغرض تحديث قاعدة البيانات المتعلقة باللوائح الانتخابية وإتاحة الفرصة للراغبين في تحويل أماكن تصويتهم وتسجيل المواطنين الذين بلغوا سن التصويت حاليا لضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية، جاء إشراف والي إنشيري على انطلاق عملية مراجعة اللائحة الانتخابية لسنة 2024. ندعو جميع سكان ولاية إنشيري للإقبال على التسجيل الذين لم يسجلوا في الانتخابات الماضية بسبب أنهم لم يبلغوا سن الانتخابي أو بسبب أنهم سجلوا في أماكن أخرى خارج إنشيري في هذه المرة إذا أرادوا أن ينتخبوا في إنشيري، فبالتالي يجب على الجميع أن يقوم بهذا التسجيل من أجل المساهمة في التعزيز الديمقراطية ومن أجل أيضا المساهمة في المشاركة الديمقراطية في المشاركة الانتخابية، وبالتالي ندعو الجميع إلى الإقبال على هذا التسجيل لأن الدولة وفرت جميع الإمكانيات اللوجستية والبشرية والتقنية. المنسق الجهوي للجنة المستقلة للانتخابات على مستوى ولاية إنشيري أكد أن العملية الانتخابية تتطلب توفير قاعدة بيانات محدثة من خلال مراجعة اللوائح الانتخابية التي تتيح تحويل ناخب من مكان إلى آخر وإحصاء الذين بلغوا سن التصويت حاليا. أنا انتهز فرصة هذا انطلاق الحملة حملة الإحصاء على مستوى ولاية إنشيري لكن أكد أمرين أساسيين، أولهم أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وفرت كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذا الإحصاء له باعتباره لبناء أساسية لبناء قاعدة بيانات تم إضافتها للائحة الانتخابية الماضية كي يتمكن الناخب من المواطن من تحويل مكان اقتراعه من مكان إلى آخر أو إضافة اسمه إذا لم يكن قد أحصى في المرحلة الماضية أو أحصي في المرة الماضية. القائمون على عملية تحيين اللائحة الانتخابية أكدوا أن الدولة توفرت جميع الظروف لتمكين المواطنين من التسجيل على اللائحة الانتخابية في فترة حددت ب45 يوما. عبد الله يوليسلم، الموريتانية، مدينة أكجوجات. وفي ولاية البراكنة انطلقت صباح اليوم من مدينة ألاق المراجعة الاستثنائية للائحة الانتخابية للعام 2024 في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية، وتهدف هذه العملية التي انطلقت تحت إشراف السلطات الإدارية إلى تحيين اللوائح الانتخابية في كل دائرة بهدف تمكين البالغين من التسجيل وإتاحة الفرصة للراغبين في تغيير أماكن التصويت. وفي هذا السياق افتتحت المنسقية الجهوية للمستقلة للانتخابات عدة مكاتب في الولاية بالإضافة إلى إفادة عشرات العدادين إلى مختلف مناطق الولاية. المنسق الجهوي للجنة المستقلة للانتخابات في ولاية البراكنة أكد في تصريح لقناة الموريتانية أن كافة التدابير اللازمة قد تم اتخاذها لضمان نجاح هذه العملية. عملية افتتاح
إطلاق على مستوى عداد في كل بلدية، البلديات الـ 24 في الولاية كلهم فيها عداد مكون، وبدأ عمله اليوم من الساعة 8. وعندنا مولي 14 عداد احتياطي مكونة، في حالة عنهم واحد منهم فصل يبدل الغروف لغرف ما، وكذلك مولي عاد ارتعات السلطات عنه يا الله يفتح بلي دخرة مولي في مكان آخر، يعود تمشين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أجهزة التسويد بها وفتح مكان آخر. نبقى في جنوب البلاد، حيث أشرف الوالي المساعد لولاية ترازا محمد فال والمحمد محمود صباح اليوم ببلدية روسو على إطلاق المراجعات الاستثنائية للائحة الانتخابية بالولاية، وستتيح هذه العملية فرصة للناخبين لتدقيق أسمائهم على اللائحة الوطنية مع ضبط مكاتب التصويت والتسجيل من لم يتم تسجيلهم من قبل، تمهيدا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. جرى انطلاق هذه العملية بحضور رئيس اللجنة الجهوية المستقلة للانتخابات وحاكم مقاطعة روسو والسلطات العسكرية والأمنية بالولاية. الوالي المساعد لولاية ترزا دعا كافة المواطنين والفاعلين السياسيين في الولاية إلى الإقبال على المراكز المفتوحة للتسجيل على اللائحة الانتخابية. هذه المراجعة من شأنها أنها تعطي الفرصة للناس اللي ما كانت على اللائحة الانتخابية أنها تسجل على اللائحة الانتخابية من جديد، وتعطي الفرصة كذلك للناس اللي بلغت سن التصويت اللي هي 18 سنة من التسجيل على اللائحة من جديد، وتعطي الفرصة كذلك للناس اللي ترغب في تغيير مكاتب تصويتها للتسجيل عن بعد. إذن عملية لا تعود متواصلة من هون إلى 29 مايو، وهذه المناسبة نتوجه للمواطنين على مستوى الولاية خاصة الأحزاب والفاعلين السياسيين والمنتخبين الوجهاء أنهم ينخرطوا بكل جدية في التحسيس والتعبئة من أجل نجاح هذه العملية، لأن نجاح هذه العملية هو الوسيلة الوحيدة اللي لا يمكن المواطن أنه يقوم بواجبه الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة. وفي مدينة كيهيدي أشرفت السلطات الإدارية مساء أمس على إطلاق المراجعات الاستثنائية للائحة الانتخابية بولاية غرغل، وقد وزعت فرق اللجنة المستقلة للانتخابات على كافة مقاطعات الولاية لتقريب خدمة التسجيل من المواطنين المستهدفين. من المكتب المفتوح في مقر بلدية كيهيدي انطلقت عملية المراجعة الاستثنائية للائحة الانتخابية على مستوى ولاية غرغل بحضور السلطات الإدارية وممثلي اللجنة المستقلة للانتخابات، وستسمح هذه المراجعة لكافة الموريتانيين بالولوج إلى اللائحة الانتخابية التي يجري إعدادها تحضيرا للاستحقاقات الرئاسية المرتقبة. نحن جئنا لهنا شرف على انطلاق هذه الحملة تسجيل الناس اللي ما كانت مسجلة في اللوائح الانتخابية مناسبة الانتخابات الرئاسية، والناس المعنية هي الناس اللي بالغ سن التسجيل اللي ما كانت على اللوائح، والناس اللي متحولة من موظفين أو عمال في الخارج، والناس هم اللي باقية تغير تسجيلها لعاد كانت في بعض من المدن الأخرى باقية تسرقهم، لأن احنا عندنا دائرة واحدة وذاك التنقلات اللي كان يعدل للناس بالنسبه للانتخابات المحليه هون ما له ضروره، حد يسجل بالمنين هو ويصوت بالمنين هو والنتيجه واحده. وتعمل اللجان الجهويه والمقاطعيه للجنه الوطنيه المستقله للانتخابات على تقريب خدمه التسجيل من الجميع من خلال فتح مراكز ثابته واخرى متنقله. كممثل اللجنه نؤكد على الحياديه اننا جماعه محلهون محايدون نعمل إن شاء الله بمنهجية، ومهمتنا هي الإشراف بكل نزاهة وبكل عدالة وبكل شفافية
على العملية الانتخابية. وتستمر عملية المراجعة الاستثنائية للائحة الانتخابية حتى 29 من شهر مايو المقبل، وهي فترة كافية لتحيين لائحة الناخبين وإعدادها بشكل جيد يضمن مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة. محمد علي سالك لقناة الموريتانية، مدينة كيهيدي. في موضوع آخر، تعد مصلحة الإنعاش بمركز الاستطباب الجهوي في كيفا أهم أقسام هذه المنشأة الصحية، وتستقبل هذه المصلحة المرضى أصحاب الحالات الحرجة وحالات ما بعد العملية التي تتطلب عناية خاصة. قسم الإنعاش أو وحدة رعاية ما بعد التخدير كما يحلو البعض تسميته، يعد من أهم أقسام مركز الاستطباب الجهوي بمدينة كيفا، حيث يوفر العناية الصحية المركزة للمرضى بانتظار تعافيهم من التخدير العامي أو الموضعي. كما يعمل القسم على مراقبة الوظائف الحيوية للأشخاص الذين يتلقون العلاج تحت رعاية اختصاصي التخدير والإنعاش. يستقبل القسم المرضى في الحالات الحرجة وحالات ما بعد العملية التي تتطلب عناية مركزة لحين استعادة المريض وعيه. هذه الأجنحة كاملة تصب في اللي قالوا الإنعاش، تجيهم الحالات الخطيرة من الأجنحة كاملة، تجيهم مباشرة من المستعجلات قاعدة في حالة إنعاش، تجيهم من عند النساء اللي خاصة قابطهم دوسة العلاجات اللي تخلق لهم، الأطفال اللي في حالة خطيرة، أمراض القلب المملي اللي في مرحلة معينة. نوهون عنه برنامج أولويات رئيس الجمهورية فيهم عن الإنعاش عاد مجاني، معناه هذه هو مكلف إلى أقصى حد غير هو المصلحة اللي اليوم أهلها ما يخلصوش، بالإضافة طبعا إلى التوليد المتعلق به والتحويل اللي هو الرفع. قسم الإنعاش بمركز الاستطباب الجهوي في كيفا يضم طاقما يتكون من طبيبين أخصائيين وستة فنيين، فضلا عن طاقم تمريض يزاولون العمل في ست غرف مجهزة بكافة اللوازم الضرورية لتأدية العمل على أكمل وجه. هذه الوحدة والله المصلحة اللي قال الإنعاش والتخدير متكونة من شقين، شق يتعلق بالتخدير واللي يتكون من طبيبين أخصائيين ووجود ستة فنيين. قسم التخدير مكون من أربع غرف اللي تعد عادة فيها العمليات المبرمجة، فما غرفتين ثانيتين اللي هما متعلقين بالحالات المستعجلة على مستوى أمراض النساء والتوليد وعلى مستوى الحالات المستعجلة، ويتكفل بجميع الحالات اللي تستحق الإنعاش. مرافق المرضى أبدوا رضاهم عن الخدمات المقدمة على مستوى قسم الإنعاش، مشيدين بمجانية خدمات هذا القسم والأدوية المقدمة للمحجوزين فيه. جانا هذا الإنعاش ما شاء الله، الحمد لله استقبلونا ما شاء الله، ورينا فيه دورنا فيه ما شاء الله، الأخصائيين جاونا كاملين ما شاء الله، ومستعدين جينا هم اللي مع الدواء ما خلصوا ولا يعطونا، اللي مستعدين يدخلونا هنا ما شاء الله يعطونا الدواء ما شاء الله جيد الحمد لله. استفاد قسم الإنعاش من الطفرة الكبيرة الحاصلة على مستوى مركز الاستطباب الجهوي بكيفا في الآونة الأخيرة، حيث تم إمداده بأجهزة عززت من قدرته الاستيعابية ومكنته من التحكم في حالات ضغط الدم والنبض والتنفس في سبيل استعادة المريض وظائفه الحيوية وعودته للحياة بشكل طبيعي. حمد المصطفى، قناة الموريتانية، مدينة كيفا. نعود إلى شمال البلاد، حيث أصبحت العديد من المناطق الرعوية بمنطقة تجريد بولاية داخلة وديبو تتوفر على نقاط للمياه الصالحة للشرب، وقد تم إنجاز هذه المنشآت المائية بتدخل من خيرية سنين بعد جهود حثيثة من التنقيب عن مصادر المياه العذبة بهذه المنطقة المعروفة بملوحة المياه الجوفية. تتواصل جهود البحث والتنقيب عن المياه الباردة بمنطقة تجريت من أجل الدفع بالتنمية المحلية في هذه المناطق الريفية، وقد مكنت هذه المساعي من حفر العديد من الآبار الارتوازية رغم شح مصادر المياه، إلا أنها أصبحت ملاذا لساكنة المنطقة في الحصول على المياه الصالحة للشرب بتدخل من هيئة سنيم الخيرية بعد زمن طويل من التيه في هذه الصحاري بحثا عن عصب الحياة. سابق ذلك ما كانت حاجة ضائعة، حاجة كانت تضيع بها القرية، وبارك الحمد لله إذا الشاربة والمذهب تقدم لنا وبسات ملاني ولا عندها مشكلة في الماء الحمد لله. كنا هنا متضررين من
قلت الماء جاتنا الشركة عدلتنا الصونداج ونفت قويسي وتنفسنا الحمد لله شربت حيتنا طاح عنا ياسر من الصعوبة كان علينا الحمد لله شاكر الدولة وشاكر السنين حتى علينا ميها عدلتنا الباردة ميها الباردة ما قط شبرت ما هو ولا بخلتنا الشيء. ويأتي التركيز على توفير المياه الباردة في هذه المناطق من أجل تثبيت السكان في مواطنهم الأصلية بعد سد حاجيات ثروتهم الحيوانية من الماء. بالنسبة لأغلبية الحسيان اللي شهرنا من الأول كانت بعض الشيء مالحة كانت يقدروا يشربوها لا الماشية لا الإبل والغنم والحيوانات البرية غير من هون ودون من 2023 عدنا هاو الزيادات والحمد لله شبرنا فيهم المياه الباردة المستعملة كيه النيش حاسي النيش في قرية بنشاب بلدي سباط بنشاب هو قرية النيش ذاك الحاسي سعته اليوم يطونين يعطينا طونين للساعة ويقبضوها لا الحاضرة فهم. بالنسبة للشكران رقم 2 معدلين مولي لا السنة الماضية وحضرناها قريب من شهرين ومقبول مولي لا الساكنة الشكران فهم طاقته 2 متر كيب هم هي الساعة احنا نلاحظ عن هاو الحسيان الباردين يتراوحوا بين 2 متر كيب باراير و 3 متر كيب باراير هذا بالنسبة للاحظنا في المياه الباردة ونعطوها لا للساكنة لا للناس حاسياج وايد يستعملوها المجهر اللي ذهب يقبضوه يمشوا به بالإضافة إلى سقاية الماشية هون. ويتطلع سكان منطقة تجريت إلى الدفع بالتنمية المحلية بهذه المنطقة بعد أن ودعوا عهدا طويلا من معاناة الحصول على الماء الصالح للشرب. وبهذا العنصر مشاهدينا نأتي على ختام أخبار الولايات تذكير بالعناوين. انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الممهدة للانتخابات الرئاسية القادمة في عموم التراب الوطني. إنجاز منشآت مائية في المناطق الرعوية بتجريت في ولاية داخلة وديب لتوفير المياه الصالحة للشرب. شكرا لكم على حسن استماعكم والمتابعة. إلى اللقاء.